والطريقة التي تأهلتم بها 9 نقاط 3 انتصارات، ما رأيك فيما حصل اليوم؟ أعتقد أن أداؤنا كان جيد حتى اليوم، الأداء كان رائع، نستحق أن نتبوى صدارة المجموعة، ولم نتقبل هدفا اليوم، خلقنا الكثير من الفرص، سجلنا 6 أهداف في 3 مباريات بواقع هدفين في كل مباراة. أيضا الإنسيابية في العطاء كان شيئا مثلجا للصدر. نحن الآن نقترب من المباريات الأصعب، دور خروج المغلوب، إما أن تفوز أو تخرج من المنافسة. إذا الهدف المنشود هو الاستمتاع بهذا الفوز، ولكن في نفس الوقت المحافظة على التركيز، لأنك حينما تفقد التركيز لا تستطيع أن تواجه المنتخبات الإفريقية في القارة السمراء. رياض، أنت قائد الفريق، وأنت طبعا تعبر عن القيم الموجودة في المنتخب، وأنت همزة الوصل بين جمال بلادي وبين اللاعبين. المدرب عرف كيف يتعامل مع اللاعبين، وعرف كيف يضع النقاط على الحروف. بدأ بالروح الانتصارية والجاهزية الذهنية. الجاهزية الذهنية تغيرت، ونحن نتعامل مع كل مباراة بطريقة مختلفة، غير كل الأمور وقلب الأمور رأسا على عقب في الاتجاه الإيجابي. إذن الآن نقترب من الفترة الحاسمة. الآن في هذه الفترة يكرم المرء أو يهان، إنها المرحلة التي سوف نبين فيها أننا من طينة الكبار. كل المباريات مهمة، وأيضا علينا أن نركز عما يقوله المدرب في الميران. لا يجب أن نقف ونتأمل فقط فيما حصدناه، وإنما نتأمل في المستقبل بل أيضا. أن أحيي كل سكان بوسكي، حي بوسكي، وأيضا أريد أن أشكر مدينة أبي. أنت أيضا يمكن أن تلتحق بنا. كيف رأيته؟ لقد كان رائعا وحقق أيضا القيمة المضافة. أعتقد أننا إذا حافظنا على نفس الأداء فأننا سوف نحقق المطلوب. من الواضح أنها بهجة الليلة. أنا أعرف الجودة الكروية التي يتحلى بها كل اللاعبين وبالأخص آدم. أنا متأكد وأن مستقبله زاهر وأن إمكانياته الكروية ومواهبه الكروية جيدة. من فاز بلقب رجل المباراة؟ أنت ستعطيه جائزة لقب رجل المباراة. سوف أتركك بين آدم والناس ومحرز، رغم أن محرز ممكن أنه أساسي وكبر أكثر من آدم لأنه لم يلعب كثيرا مع أنشيلوتي ونابولي، لكن هذه فرصة أنه ينطلق. طبيعي، هذا ما قال المدرب الماضي، أنه طبيعي أنه يقف على إمكانية اللاعبين متاعه. نعم. يعني كما قلنا أنه مش يدخلوا في مرحلة صعبة، ولهذا أعتقد أنه في حاجة ماسة إلى اللاعبين الكل. ممكن إصابة محرز، ممكن أن محرز ما يقدم مستوى. نعم. ما يقدمش مستوى كبير عنده، لا خوف. ثم هام جدا أن مستوى اللاعب دكة احتياط قريب جدا من اللاعب الأساسي. في منتخبات فرق كبير بين اللاعب الاحتياطي واللاعب على دكة. منتخبات ما عندهمش احتياطي. صحيح، من الناحية الفنية لهنا. صحيح. يعني اليوم شاهدنا أن الناس ماهوش بعيد على محرز، شاهدنا سليماني ماهوش بعيد على بنجاح. نعم. شاهدنا دولار ماهوش بعيد على اللاعب سليماني بليلي. نعم. بليلي. ولهذا اليوم الغريب أنه هناك لاعبين أول مرة يلعبوا مع بعضهم، لكن شاهدنا في الشوط الأول انسجام كبير. نعم. يعني أهداف جاءت من عمل جماعي. أول مرة حسب رأي دولار وسليماني واللاعب والناس يلعبوا مع بعضهم. نعم. ورغم هذا شاهدنا الانسجام. نعم. يعني لنا توظيف اللاعبين حتى في وسط الميدان بن ناصر وعبيد واللاعب بوداوي. ولهذا واضح توظيف اللاعبين هام جدا في الميدان، ما غيرش طريقة اللعب، ما غيرش الخطة التكتيكية. بطبيعة الحال
غير لاعب بلاعب، لكن اعتقد ان اليوم واضح ان المنتخب الجزائري. وهذه الصوره تبين وتؤكد كلامك كابتن بان هناك انسجام كبير بين اللاعبين الجماعي. ثم الشيء الممتاز اللي شاهدناه اليوم في وسط الميدان ان وسط الميدان يتقدموا، وسط الميدان يسجلوا، وسط الميدان سدوا تسديدات كثيره حتى باللاعب الشاب. نعم بوداوي شاهدناه سدد في الشوط الاول، شاهدناه سجل في الشوط الثاني. يحتاج الى قليل من الخبره فقط. صحيح. نعم. بن ناصر شاهدناه يتقدم، اللاعب هذا لاعب ممتاز ولهذا عنده حلول عديده، عنده لما يهاجم يهاجم بسبعه وثمانيه لاعبين في الهجوم، الارتداد، تخطيط المساحات، الرجوع الى الدفاع، المنظومه الدفاعيه قويه، ولهذا اعتقد ان مكاسب عديده اليوم حققها بالماضي، وبالماضي سعيد وسعيد جدا اليوم. ونعرف انتم ما تحبوهاش كلمه سعيد في الجزائر اليوم. نحبوا الجبهه. Rebonsoir les amis, nous sommes avec donc l'homme du match, Adam Mohamed Ounas. Il va répondre à deux, trois questions et avant de passer en zone d'interview. Quoi. Déclinez votre identité, l'organe pour lequel vous travaillez avant de poser la question. Merci. C'est Tariq Boublir, journaliste de DLTV. Adam, félicitations pour cette victoire. Un bon match, deux buts dans ce match. Quelle est votre prestation et le, beaucoup plus sur votre rendement personnel et sur l'ensemble des équipes. Ouais, je pense tout d'abord le but de ce match c'était de pas prendre de but, continuer les clean sheets. C'était un deal collectif parce qu'il a changé toute l'équipe, le coach, et il nous a fait confiance. Après individuellement j'ai essayé de lui rendre cette confiance le plus que je peux et j'ai réussi à mettre ces deux buts et cette passe D pour Islam. Merci. La seconde. Adam, félicitations. Vous n'avez pas joué les deux premiers matchs. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Amin Fegir, Bilati. Vous n'avez pas joué les deux premiers matchs. Aujourd'hui, vous êtes titulaire et vous êtes homme du match. Vous êtes satisfait? Oui, je suis très satisfait. Bah, comme tous les joueurs, je pense. Ils auraient été satisfaits. On a réussi ce match-là. On a réussi à ne pas prendre de but. C'était la chose la plus importante pour ce match-là, pour continuer sur la lancée de ne pas prendre de but et arriver en huitième de finale, Inch'Allah, le plus solide possible. Hamza pour la dernière question. Hamza Al-Mouni pour le buteur. Adam Ounas, vous étiez remplaçant lors des deux premiers matchs. Aujourd'hui, vous faites le match qu'il fallait avec une passe décisive et deux buts. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'être sur le banc durant les deux premiers matchs vous a motivé à se donner encore plus? Et par rapport au reste de la compétition, comment vous voyez le parcours des Verts? Non, c'est un choix du coach. J'étais deux fois sur le banc. Après, en club, ces derniers temps, avant de venir en sélection, j'étais blessé pendant un mois. J'avais un petit problème musculaire. Et quand tu joues pas deux matchs et que tu as envie de montrer au coach que tu as envie de jouer, là, je pense que je lui ai bien montré ce soir que j'avais l'envie. Même si à la fin, j'étais un peu cuit. Et j'espère pour toute l'équipe qu'on va aller le plus loin possible, Inch'Allah. Merci les amis, nous nous retrouvons dans 10 minutes pour les deux entraîneurs, la conférence de presse.